المخرج الكبير مجدي أحمد علي مبدع حملت توقيعه أعمال اجتماعية مهمة دخلت تاريخ السينما المصرية، ينتمي لتيار الواقعية الجديدة الذي ضم أسماء كبيرة من الجيل الذهبي في السينما المصرية: محمد خان، خيري بشارة، داود عبد السيد، عاطف الطيب، علي بدر خان، علي عبد الخالق، ورضوان الكاشف. بعد أن أنهى مجدي أحمد علي دراسته في كلية الصيدلة درس الإخراج في المعهد العالي للسينما، ثم بدأ رحلته في عالم الإخراج بالعمل مع المخرج الكبير يوسف شاهين. في عام 1996 أخرج مجدي أحمد علي أول أفلامه يا دنيا يا غرامي، الذي حصد عليه العديد من الجوائز المحلية والدولية. ثم توالت الأعمال والمغامرات السينمائية الجريئة لمجدي أحمد علي، وأهمها البطل مع الفنان أحمد زكي، وأسرار البنات، وخلطة فوزية، ومولانا، وحصلت كلها على جوائز وتقدير الجمهور والنقاد. خاض المخرج الكبير تجارب متنوعة في الكتابة والتمثيل، فكتب سيناريو فيلم عصافير الجنة وأخرجه أيضا، وأدى عددا من الأدوار التمثيلية، منها دور الضابط في فيلم حرب الفراولة، كما أخرج مسلسلين هما فريسكا ومملكة الجبل. حصد أحدث أعماله فيلم حدث في 2 طلعت حرب جائزة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وكان هذا الفيلم آخر ظهور للفنان الكبير سمير صبري.